الاغنيه الامازيغيه واحد مؤسسي مجموعه ازماز وكذلك الفرقه المغربيه للسيمفونيه الامازيغيه واللي هو غاب علينا هذه مده كثيره. الان كنتصادفوا معاه وكان يعني بكل صراحه كانت صدفه زوينه. والان كان بغينا يعطينا واحد النبذه على الغياب ديالو اولا وعلى الجديد اللي عنده في الساحه الامازيغيه. سي محمد اهلا وسهلا. بعد شكرا كما اشرتي فعلا هذه صدفه. انا جيت عند صديقي الرئيس في هذا المتحف ديالو الرائع وانتم دخلتوا وفعلا كنتوا كتقلبوا على دمه. وكما كيقولوا دائما الناس القدام كيقول لك الصدفه خير من ألف ميعاد. كما اشرتي سابقا فنان دامو في البدايه من مع ازماز اللي كونا ازماز ومجموعه ازماز اللي لعبت واحد الدور في الساحه الفنيه الامازيغيه في الاخر ديال السبعينات وفي الثمانينات. اللي بصراحة مجموعة إزماز اللي كان اعتبرها أنا مدرسة، لأن أي مدرسة إنسان اللي كيتخرج منها ما كينكرهاش. وبهذه المناسبة كان ترحم على صديق ديالي اللي كان مؤسس مع ناسي خالد محمد بن يزيد اللي معروف بآلة البنجو، ومؤخرا العرفي عبد الله حتى هو اللي ولي برحمة الله اللي هو حتى هو توفى. والأصدقاء ديالي اللي كانوا معنا كلهم في مجموعة إزماز. ومن بعد 1987 أنا انفصلت على مجموعة إزماز، لأن كما عرفتي البداية ديال إزماز في الظاهرة الغيوانية المجموعات كلهم كانوا معروفين بالبانجو بالطمطام والبندير. يعني وصلت واحد الوقت اللي يعني خرجت الاوركسترا، خرجوا الالات موديرن، خرج لور، خرج الجيتار، خرج واحد العدد ديال الالات، وانا بغيت نوع عاوتاني. هنا في مجموعه ازماز ناقشت معهم قلت لهم اودي احنا غادي نطوروا، قالوا لك اودي احنا بغينا نبقاو في هذا النمط. هنا فاش دامو خرج فاش دار اوركسترا دامو بالالات العصريه باللورك بالبوزق البانجو، ولكن دائما دامو ما كنفرطش في واحد الاله اللي هي العمود الفقري للاغنيه الامازيغيه وهي اله الرباب والوتار. دائما ولو انا كونت فرقه ديال دامو اوركسترا دامو بالالات العصريه، دائما في وسط منها كنحط هذيك الاله ديال الرباب. لان علاش؟ لان انا ملي كنمشي لشي سهره ولا شي حفله ولا شي عرس، الناس اللي كيكونوا تما كنقراهم، لان كاينين الناس القدام اللي كيبغيو الموسيقى الكلاسيكيه ماشي ديال الشطيح والرديح، هذوك ما غاديش ماشي الشباب. يعني ملي كنشوف هذوك الناس يعني كنخدم الموسيقى الكلاسيكيه الامازيغيه كما كيعرف عليا الجميع حاج بلعيد، بوبكر نشاد، حماده منتاب، والريس سعيد اشتوك. الرئيس سعيد اشتوك اللي هو واحد الرائد من الرواد الاغنيه الامازيغيه اللي عطى في الساحه الفنيه وعطى واحد العدد ديال الاغاني ديالو اللي انا حفظتهم، واحد العدد ديال الاغاني ديالو اللي ربما انا كنعتبرهم رساله، ربما واحد الاصله، واحد الرساله ما تقراهاش في المدرسه، قراها لك هذاك الرئيس. لان مثلا عنده بعض الاغاني اللي كيوصي على اليتيم. شوف كيفاش كيوصف انسان الا كان يتيم، ما تعديش عليه، ما تديش ليه ديالو، تهلا فيه. قال لك لا كاع ما قدرتي على حتى حاجه، عيط عليه ودوز ليه على راسو عندك لاجر. يعني كنشوفوا بهذا الرواد وهذا الروايس اللي هما حنا لقيناهم صوبوا لنا الساحه، خصنا هذاك الاغاني اللي عندهم هما اللي يمكن ربونا حنا بذوك الاغاني. لان انا دامو ملي كان صغير انا كنت كنتصنت الوهرج، كنت كنتصنت الامنتاج. واحد الوقت ربما نقول لك انا في دخلت المدرسه في 67 68، هذاك الساعه كنا في البلاد كان ذاك الراديو 6 ترانزستور 6، كانت الاذاعه ديال مراكش كدوز لنا الاغاني
بالامازيغيه من 11 ل 12 ديال النهار. وداك الساعه حنا كنعرفوا غير الامازيغيه، واخا نسمع الاغنيه العربيه ما كنفهمش حتى والو، ولكن انا ملي كنسمع داك الراديو كنسمع يعني كنبغي داك الراديو يتحل ندخل ليه، لان هذاك الرئيس كيفاش كيبلغ الرساله، كيفاش كيوصي الشباب باش يطلعوا في والديهم للدرجه ديك الاغنيه ديال اغريب، ايا غريبه يا غريب راه معروفه عند الشلوح، ايا غريبه يا غريب يا نفلانا يدا عرسي افلا يتماسا افل والدين، ايا غريبه يا غريب. شوف هذا الرئيس وهذا الفنان اللي غنى، علاش؟ لان في ذاك الوقت العدد ديال الشباب اللي هما في البلاد كلهم كيجيو يخدموا في المدينه، ملي كيجيو يخدموا في المدينه بلغ لهم واحد الرساله باش ما يفرطوش في والديهم، ما يفرطوش في عائلتهم، ما يفرطوش في بلادهم. داك الشيء علاش دائما فنان دامو انا كنتشبت بهذا التراث الامازيغي الاصيل. على ديني وما نتقي انت يا جداح يكون كسر جنك وراك تسوم بلا بومي يا نحي قندرني اما المسكين كتسوم اريد يا ويقي مني اما المسكين كتسوم اريد يا ويقي مني طعما ظلت سير اتشير حور جنتي والله ولكن ما